هو واحد من بين مئات العمال الذين أثار عيدهم حفيظة صمتهم وتحدثوا عن معاناتهم بشكل مفصل. حميد هو رجل بلغ سن 50 وهو عامل بأجر يومي ليعيل 5 بنات له، وعلى الرغم من عوقه جراء إصابته بالحرب ومراجعاته الكثيرة لم يحصل على ما يعينه براتب شهري، لا كجريح حرب ولا كعامل أتعبه كبر سنه. عيدنا المفروض الواحد يرتاح ويقعد كيف عيدنا، بس انطيني واحد مهتم بينا. انا يوم اللي ما اطلع بيه خلفتي كلها بنات، اللي ما اطلع بيه منين اكل منين اشرب؟ لا رعايه لا راتب لا معين، وما حد مهتم بينا. وجريح حرب انا لحد الان شظايا براسي وبصدري، هاي العمليات هسه رجلي بالقوا واقف عليها بلاتين والحمد لله والشكر. هاي لو ما العمله هاي الا منين اكل منين اشرب؟ ومن اللي مهتم بينا؟ منو بحالنا؟ احنا حالنا حال الضيم، الله كفي لك، يوم نشتغل 10 ايام قاعدين، يعني ما حد يدري بينا ولا حد بحالنا، مجرد هم يفرحون بيناتهم عود يسوون عطله، وهاي مجرد تعطيله للدوائر بس، هم يعطلون بيناتهم، احنا ما ندري بينا، هسه قاعدين بالمسطر، يوم نشتغل 10 ايام ماكو. ولعل في عيد العمال مناسبه للتذكير بالضمان الاجتماعي لشريحه تقضي عمرها بالكد والعمل، حيث طالب مراقبون وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه بتفعيل او سن القوانين الخاصه بكفاله العامل وادراجه بلائحه الضمان الاجتماعي الذي يؤمن له مستقبله التقاعدي. فالعامل ليس له غير عرقه وجهده الذي ان توقف توقف سبيل عيشه وكسب قوته اليومي معه. عيد العمال هو مناسبة لاستذكار حقوق العمال المسلوبة اللي من حيث الضمان الاجتماعي، من حيث عدم وجود ما يكفل مستقبله. هو عامل نعم يعمل بجهده بعرقه اليومي، ولكن في حال توقفه توقفت أسباب رزقه. على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيجاد أو تفعيل ما أقر من قوانين بخصوص العمال وبخصوص ما يكفل ضمانهم الاجتماعي. قد لا يحتفل عامل بعيده هنا في صلاح الدين في الأول من شهر آيار كل عام بقدر ما يذكر بحقوقه التي يراها مسلوبة. وفي يوم العمال العالمي ومع قصة واحد من الآلاف منهم، لا بد من ذكر نسبة البطالة والتي زادت على 40% والتي جعلت من العيد اسما على غير مسمى. من صلاح الدين فراس الحسني، قناة التغيير.